قبل ما ادخل الاستوديو سألت في وزارة الخارجية عن موقف المصريين المختطفين في ليبيا. الحقيقة قالوا ان خلية الأزمة مجتمعة بالوزارات المختصة وايضا بالأجهزة المعنية، ولكن حتى اللحظة دي مفيش معلومات دقيقة بالمرة، ويمكن ايضا مفيش معلومات خالص بالمرة عن هذا الموضوع. الحقيقة موضوع ليبيا بيطرح حاجة مهمة جدا، هل من الضروري يعني أن يكون البني آدم أو الإنسان أو المواطن يعني في حالة خطر من أجل لقمة العيش، أم أنه عليه يرجع بلده ولو زي ما بيقولوا يأكلها بدقة؟ الحقيقة المعلومات اللي عندنا غريبة جدا، يعني كل يوم بيتمسك 40 واحد بيحاولوا يخرجوا لليبيا عن طريق السلك، معنى أن في 40 واحد يتمسك معناه أن في 400 واحد بيدخلوا، في 500,000 مصري موجودين هناك. الحقيقة الأهم أنه من بين 40,000 واحد اللي مصر رحلتهم وجابتهم إلى بلادهم تاني إلى في مصر، بناء أن في 10,000 واحد رجعوا تاني، يعني الخطر يعني كبير جدا، ومع ذلك يبدو أن لقمة العيش بتدفع الناس إلى أن تتقبل الخطر وتتقبل الموت. عايزين نعرف إيه آخر تطورات الأزمة. معنا الأستاذ مايكل أرمانيوس، وده واحد من اللي تابعوا الأزمة في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء. أستاذ مايكل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا وسهلا. هل عندك معلومات جديدة في الأزمة الأخيرة؟ هو كله كلام، إحنا بعد مقابلتنا اللي معالي رئيس الوزراء كان كل كلامنا على أن في 48 ساعة احتمال الناس ترجع، في 48 ساعة شيخ مشايخ مطروح قال الكلام دوت، وقالوا أن في تواصل مع الجماعات الليبية اللي هناك أو المشايخ اللي في ليبيا، كله كلام. والحقيقه ان احنا مهتمين قوي ان اولادنا يرجعوا. انا عارف ان ممكن يكون الحكومه مفيش في ليها حاجه، وبتقول ان ليبيا مش دوله، ليبيا مش اداره، ليبيا مش مفيش كيان هناك، بس احنا مهتمين قوي ان اولادنا واخواتنا يرجعوا احياء ان شاء الله، او لو قدر الله يعني شهداء هم مصريين، نتمنى يرجعوا عشان ندفنهم هنا بايدينا، نلاقي مكان لما يوحشونا نروح لهم فيه. ونتمنى يرجعوا احياء، بس احنا عايزين الدوله تتحرك على نطاق اكبر من كده. قعدنا مع رئيس الوزراء، والحقيقه الراجل كان متفاهم في البدايه وقدر مشاعر الناس وغضبهم بعد وقفه كانت عند نقابه الصحفيين. وعدنا ان هو هيتصرف، والراجل قال ان انا لو عليا يا ريت ان انا اروح مكانهم وهم يرجعوا. محتاجين بس شويه متابعات من الدوله المصريه. لكن ليست هناك معلومات دقيقه حتى الان. الكلام كله متداول على ان في ناس بتقول ان هم استشهدوا، وفي ناس ثانيه بتقول ان هم على قيد الحياه. انا خايف يكون ده مسكنات. الحقيقه ان الناس على اعصابها، اهل الناس على اعصابهم، محتاجين فعلا البلد يعاد نافع يرسيهم. لان ازاي شفت اللقاء مع رئيس الحكومه؟ مش سامع حضرتك يا فندم. كيف رايت رد فعل رئيس الحكومه في اللقاء اللي انت شاهدته حوالين الازمه؟ انا شايف ان هي خطوه جيده. وخدنا شوية قرارات كويسة، وقدرنا نطلب معاش استثنائي في حالة العودة أو عدمها، 1200 جنيه لكل أسرة، وبالفعل تم صرف المعاش أمس. لكن القرارات ما يعني مش لما تطبق هتختلف، يعني أعتقد إن لما قرار يتطبق على أرض الواقع ده هيكون أفضل. لكن إحنا يهمنا في الأول وفي الآخر، عشان أكون صريح معاك، إن الناس ترجع سواء أحياء أو أموات. إحنا محتاجينهم، ولادنا دول إحنا أولى بيهم، وهم اهاليهم تعبانين، اسرهم انا ما اقدرش اوصف لك حالتهم. انا شايف ان الحكومه المصريه تقدر تقدم لنا الطمانينه اكتر من كده، توضح لنا المفاوضات وصلت لحد فين. اعتقد ان في معلومات تم تداولها من مواقع مصريه. هل تثق في هذه المعلومات؟ يعني هل تثق في هذه المعلومات؟ هو الحقيقه يعني اللي جاي دلوقتي، يعني كل المصادر الرسميه اللي احنا سالناها، سواء كانت مصادر مباشرة أو مصادر غير مباشرة، قالت ليست لدينا معلومات حتى هذه اللحظة، لا معلومات دقيقة ولا معلومات حتى اجتهادية، فكيف نثق في معلومات المواقع؟ أو الحقيقة أن الغرقان يا أستاذنا بيتعلق بقشة. إحنا محتاجين أي حاجة تطمننا على أخواتنا، فإحنا ما كناش محتاجين الحكومة تبنى فريق تفيد وسائل الإعلام اللي ما نعرف لهاش مصدر، يودونا من هنا ويجيبونا هنا. احنا كنا محتاجين الحكومه تكون صريحه معانا، خاصه وان احنا شفنا بيان امبارح من البرلمان الليبي، ما اعرفش البيان ده كان اكيد او صحيح او مش صحيح،
وسمعنا ان حفتر عزه مات. احنا بس كل اللي عايزين نعرفه يعني امتى هنرتاح من الموال دوت، امتى هنرتاح، امتى هنحس ان الدوله المصريه مهتميه اكتر بالناس دي زي ما حصل قبل كده مفاوضات على صيادين مصريين في مرحله سابقه. على كل حال اعتقد ان الموضوع يعني محل متابعه من كافه الاجهزه وعلى اعلى المستويات حتى على مستوى رئيس الجمهوريه. استاذ مايكل ارمانيوس بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة.